حياكم الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. حنتكلم في قصة فيروز الديلمي اللي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه رجل مبارك من أهل بيت مباركين. القصة اللي جعلت النبي يقول فيه ذلك قصة قتله للأسود العنسي وتخليص الأمة من شره المستطير اللي فشى في اليمن وفي نجران وفي تلك المناطق وفي صنعاء وفي ما حولها بادعاء الأسود العنسي للنبوة. سيدنا ابن عباس يذكر في البداية يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت أسورين في منامي من ذهب كأنهما على يدي فكرهتهما فأذن لربي فنفخت فيهما فطارا فأولتهما بدجالين كذابين يظهران في الأمة. اللي ظهروا في يعني ذلك الوقت ثلاثة دجاجلة، لكن لماذا ذكر النبي اثنين؟ لأنه الثالث بعد دجله وادعائه للنبوة وهروبه وفراره رجع وحسن إسلامه. الأول مسيلمة الكذاب ومات على الكفر وعلى النفاق، ولا شك أنه هو في الدرك الأسفل من النار. والثاني الأسود العنسي اللي قتلوا صاحبنا في هذه القصة الصحابي الجليل فيروز الديلمي. الثالث طريحة ابن عبيد الله الأسيدي أو الأسدي، دعا النبوة وهرب إلى الشام، ثم بعد ذلك رجع وعاد إلى الإسلام وحسن إسلامه. ولذلك ذكر النبي دجالين اثنين في الرؤيا، وكأنه يشير إلى أن الثالث سوف يعود إلى الإسلام بعد ذلك. الأسود العنسي كان اسمه عبهلة من صنعاء، كان له من قبيلة مدحج. لم يذكر عنه أنه أسلم، ومع انتشار خبر مرض النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عهده ادعى ما كان عنده، وكان مشعوذا وساحرا ويبهر كل من يسمع له بحسن منطقه. فادعى النبوة وكان يسمى بذي الحمار أو ذو الحمار. تعرفوا ليش؟ لأنه كان يدرب حمار عنده، إذا قال له أسجد أن ينحن الحمار، جلس فترة يدرب الحمار حقه، إذا قال له أسجد ينحن الحمار، فيقول لهم: ما رأيتم حتى الحيوانات كانت تسجد لي. وبعضهم يقول أنه في إحدى المرات عثر الحمار فقال: رأيتم لقد سجد لي الحمار. كان يستخف بالعقول، ولكن سبحان الله يعني حتى من يستخفون بالعقول يجدون لهم أتباع. إلا أنه استطاع هذا الأسود العنسي أن يجد يعني قبول في تلك المنطقة، استطاع أن يقتل شهر ابن باذان حاكم اليمن وعامل اليمن التابع للنبي المصطفى، فسيطر هو على صنعاء وتزوج زوجة شهر ابن باذان اللي هي أزاد، اللي هي كذلك من أصول فارسية، وبدأ شره يستطير. فهرب سيدنا معاذ بن جبل وسيدنا أبو موسى الأشعري وكانوا في صنعاء وكانوا في اليمن، وهربوا إلى جهات كندة وجهات حضرموت، وفر سيدنا معاذ بن جبل وكذلك سيدنا أبو موسى الأشعري حتى يترقب بعد ذلك ماذا هو توجيه رسول الله في هذا الأمر. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم انزعج من انتشار الشر من الأسود العنسي، فأرسل يحنس ابن وبرة إلى اليمن إلى فيروز ومن معه أن تخلصوا واقتلوا الأسود العنسي. فجاءت الإشارة اللي فيها البشارة اللي كانوا ينتظرونها منذ زمن أولئك الصحب الكرام اللي كانوا في اليمن حتى يخلصوا الأمة، لأن يرؤون أمامهم الدجل ويرؤون كيف أن بعض ضعاف النفوس يتحولون ويرتدون من الإسلام إلى غير الإسلام. مصيبة كبيرة عمالة تحصل في اليمن، فلابد من مخلص يخلص الأمة من هذا الشر المستطير. فما كان من فيروز إلا أن ذهب إلى ابن عمه رادويه وأخبره بأمر رسول الله فوافق. في تلك الأثناء كان الأسود العنسي شره بدأ يتمكن في اليمن، فصار يتعامل بشدة حتى مع رئيس حرسه ورئيس جيشه اللي هو قيس. فكان قيس بن عبد يغوث متأثر تأثر شديد، وكان يخشى أنه في أي لحظة ممكن الأسود العنسي يقطع رأسه ويقتص منه كما اقتص من غيره. فكلموه في رسالة النبي المصطفى وأرجعوا إلى أن يرجع إلى رشده ويترك ذلك اللئيم مدعي النبوة، فاستجاب معهم وقالوا له: نتغدى به قبل أن يتعشى بك. وافق على ذلك وصار معهم. بات عشان تكتمل الخطة لابد أحد أن يكون من داخل البيت يساعدهم.
الحرس في كل مكان موجودين، مسوي حراسات مرة مشددة على نفسه، لأنه يعرف أن الغدر سوف يأتي لأنه غدار، فلا بد أن يقتل كذلك. فكان دائما شديد الحراسة على من حوله، لكن سبحان الله يأتي الأمر من حيث لا يشعر. اتفقوا مع زوجته اللي كانت زوجة شهر الذي كان تابعا لرسول الله، فقالوا لها رأيت كيف قتل زوجك، وكيف أنه أهان قومك، وكيف أنه آذى الناس، فهل إلى خلاص تخلصينا به منه؟ قالت بل أنا أساعدكم في قتله. قالوا ذلك الذي كنا نريد، لكن خشينا أنك لا توافقينا. قالت فذاك، فرتبوا خطة بعد ذلك، والحرس شديد. قالوا ائت بعامل حتى يدخل في داخل الدار فيكون عينا لكم، والحرس في كل غرفة إلا غرفة مهجورة، سوف آخذه إليها ثم أخبركم بعد ذلك فتقتصوا منه. أخذت زوجها إلى تلك الغرفة قليلة الحراسة، ثم بعد ذلك بعد أن تهيأ الوضع أعطتهم الإشارة، فجاءت الإشارة فانقض فيروز على ذلك الكلب العقور، فما كان منه إلا أن قتله وخلص الأمة من ذلك الشر المستطير، ثم جز رأسه بعد ذلك. في لحظة قتله تقول أزاد زوجة الأسود العنسي، فصاح صيحة كبيرة فخر خوار الثعلب أو الكلب، واضطرب اضطراب البعير، يعني كان صوت جدا مفجع، حتى إن الحراس من على بعد سمعوه فأتوا بسرعة إلى زوجته يقولون لها ما الخبر؟ تتخيلوا إيش كان جواب زوجته؟ قالت دعوه فإن نبي الله يوحى إليه، اتركوه، هذا النبي جالس يوحى إليه، سيبوه أنت اتركوه الآن. قالوا أها اطمأننا وتركوه، ظنوا من جد أنه الآن بسبب الوحي، بعضهم صدق أنه نبي بسبب الوحي أنه يخر هذا الخوار ويضطرب هذا الاضطراب، فتركوه. ثم بعد ذلك أذن فيروز، وكانت الإشارة بينه وبين الجند اللي كانوا منتظرين خارج القصر التكبير، فكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. الشاهد أخذ الإشارة فانطلقوا يقاتلون الحرس، فتقاتل معهم الحرس، حرس الأسود العنسي، فما كان من فيروز من الشرفة من شرفة غرفة الأسود إلا أن رمى برأس الأسود. في تلك الساعة انهارت قوة كل جيش الأسود العنسي وتحقق النصر. تقول روايات أنه أخذ بهذا الرأس إلى رسول الله وأدرك رسول الله قبل الوفاة، وبعضهم يعني بعض الروايات تذكر أنه لم يدرك رسول الله، أرادوا أن يخبروا رسول الله وأرسلوا الرسل لإخبار رسول الله، ولكنها وصلت بعد وفاة رسول الله. لكن الأمر المتفق عليه في الروايات أن النبي من قبل الإرسال مباشرة في نفس يوم الوفاة قال لهم لقد قتل الكذاب الأسود العنسي. قالوا من قتله يا رسول الله؟ قال رجل مبارك من أهل بيت مباركين اسمه فيروز. ذكر النبي المصطفى أن فيروز رجل مبارك من أهل بيت مباركين، هو اللي خلص الأمة من ذلك الشر المستطير، وبذلك بقت الذكرى في هذا الاسم المبارك فيروز الديلمي في خدمته للأمة بأن خلصها من دجال، من أكبر الدجاجلة اللي مرت على الأمة. يذكر في سيرة فيروز أنه لما أسلم كان تحته أختان، فقال له النبي اختر واحدة منهما ودع الأخرى، وبذلك كان الامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن المتعاطي مع حياة الإنسان المسلم يعلم تماماً بأنه مخلوق له وعليه يخطئ ويصيب، وله قدرة وطاقة، ومتى ما امتلأ قلبه بالإيمان بقدرة الله على نصرته، ومتى ما أوكل إلى الخالق كل أمره فهو في خير. ولكن ما يحدث أن بعضنا يسمح لليأس أن يتسلل إلى نفسه، بل ويستسلم إلى ما هو عليه من خطأ، ويصل ذلك إلى اعتقاد بعض الناس أن أفعاله وذنوبه قد تسد الطريق بينه وبين الله. ولكن الحقيقة أن أبواب التوبة دائما مفتوحة، ومتى ما استدرك الإنسان ما هو عليه من خطأ
ورجع عنه تائبا مستغفرا واثقا من إيمانه، فلعل الله يتقبل منه ويصلح من شأنه وينصره من حيث لا يدري. مهما واجه من متاعب ومحن، ومهما وقفت أمامه العوائق والفتن، ومهما تكالبت عليه النكسات والصعاب، ولكن يجب أن نتعلم دائما بأن التغيير يبدأ منا، والمبادرة والعزم على القرارات التي تأخذنا إلى طريق الحق هي أولى أن نتبع، فالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الخلاصة اللي حابين نخرج بيها من الحلقة، قبل ما نذكر الخلاصة، طبعا هو توفى في سنة 53 قيل بمصر والأصح باليمن. المهم أنه الأشياء اللي تعلمناها في الحلقة هذه لعله من أولها وربما خطر في ذهن الكثير مننا ومنكم، أنه في صحابي اسمه فيروز، يشعرنا هذا بتقصيرنا في معرفة أصحاب النبي المصطفى. فالكثير يتفاجأ بهذا الاسم، اليوم عرفنا الاسم هذا في أسماء كثيرة يحتاج أنه يتعرف عليها أكثر وأكثر في كتب الصحابة، ياريت نرجع لها عشان نتعلم أخبار أصحاب النبي المصطفى. الحاجة الثانية قول الله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وكانت جلية عندما أراد سيدنا عمر أن يقتص لفتى قرشي من رجل يمدحه النبي، يقول رجل مبارك من أهل بيت المباركين، لأنهم كلهم في القصاص سواء. الأمر الثالث الفساد، مهما ظن صاحبه أنه سوف يستشري لكن حبل قصير، لأن الله سبحانه وتعالى عدل أمر بالعدل. الله يجعل أمرنا كل قائم بالعدل على الوجه الذي يرضيه عنا، اللهم آمين يا رب العالمين. على فكرة تكلمنا عن سيدنا فيروز الديلمي، وقلنا أن الاسم هذا بالنسبة للبعض ربما أول مرة يسمعه، كذلك يوجد صحابي آخر اسمه فيروز، وهو فيروز الهمداني، ممن أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام. الله يجعلنا وإياكم كلنا ممن ندرك الإسلام بحقيقة بمعناه ومبنى، حتى تحسن لنا ولكم الخاتمة، اللهم آمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. You.